في هذا المكان قاتل النشام الأردنيين بشرف وشجاعة للدفاع عن ثرى الأردن. وبالرغم من تفوق العدو في العدد والسلاح والإمكانيات، تمكن أبناء هذا الجيش من تحقيق النصر اللي أذهل العدو وأجبروا على الاعتراف بالهزيمة ولأول مرة في تاريخه. هنا كان صوت الحسين يشد من عزيمة النشامة ويرفع معنوياتهم، وكان النشامة عند ثقة الحسين. في فجر ذلك اليوم مشى الصلف والغرور في ألوية من الحديد ومواكب من النار، وكانت الأسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن. وتفجر زئير الأسود في وجه المد الأسود، الله أكبر. ستبقى معارك الجيش العربي وتضحياته وأسماء الشهداء وبطولاتهم أوسمة فخر واعتزاز يعلقها كل مواطن أردني على صدره.